وبركاته. أهلا بحبايبي حلوين في مدارس دار المعارف قسم اللغة العربية للصف الأول ابتدائي. النهاردة يا حبايبي حلوين هناخد حرف جديد من حروف اللغة العربية وهو حرف الحاء. قولوا ورايا حاء حاء حاء. نلاحظ يا حبايبي حلوين ان حرف الحاء مفيهوش نقطة خالص. تعالوا يا حبايبي حلوين نشوف شكل حرف الحاء لما بتكون في الكلمة بقى شكله ازاي. بقول لي شكل حرف الحاء، بقول لي الحاء لو جاءت في اول الكلمه الاقيها حاء ومد ايديها الشمال زي كلمه حوت حوت حوت. طب الحاء لو جاءت في وسط الكلمه يبقى الاقيها مد ايديها اليمين ومد ايديها الشمال زي كلمه نحله نحله نحله. لو حاء جاءت في اخر الكلمه ومد ايديها اليمين يبقى اكيد سبقها حرف من حروف غير اشقيه وهو حرف اللام في كلمه ملح ملح ملح. لو الحاء جاءت في اخر الكلمه لوحدها مستقله يبقى اكيد سبقها حرف من حروف الاشقيه وهو حرف الالف في كلمه تمساح تمساح تمساح. يبقى شكل حرف الحاء بيقول لي الحاء لو جاءت في اول الكلمه هنلاقيها حاء ومد ايديها الشمال بس زي كلمه حوت، والحاء لو جاءت في وسط الكلمه نلاقيها مد ايديها اليمين ومد ايديها الشمال زي كلمه نحله. والحاء لو جاءت في اخر الكلمه ومد ايديها اليمين يبقى اكيد سبقها حرف من حروف الغير اشقيه وهو حرف اللام في كلمه ملح. والحاء لو جاءت في اخر الكلمه لوحدها مستقله يبقى اكيد سبقها حرف من حروف الاشقيه وهو حرف الالف في كلمه تمساح. تعالوا يا حبايبي حلوين ناخذ حركات الحرف. بقول لي الحاء لو فيها فتحة تنطق حاء. قول ورايا حاء فتحة حاء حاء فتحة حاء حاء فتحة حاء زي حمامة 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 وزي حقل حقل حقل. يبقى حاء فتحة حاء زي حمامة وزي حقل. طيب حاء كسرة حاء كسرة حي حاء كسرة حي زي حصان 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 وزي حمار حمار. يبقى حاء كسرة حي زي حصان وزي حمار. طيب لو حاء ضمة حاء ضمة حو حاء ضمة حو زي حوت 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 زي حبوب حبوب حبوب. يبقى حاء ضمة حو زي حوت وزي حبوب. طيب حاء سكون حاء سكون حاء. احنا عارفين السكون استحالة يجي في اول الكلمة. ليه؟ لان هو ضعيف، لازم يتوقع على حركة من الحركات اللي قبلها سواء فتحة او ضمة او كسرة زي كلمة لحم لحم وزي بحر بحر. يبقى حاء فتحة حاء حاء ضمة حو حاء كسرة حي حاء سكون حاء. تعالوا يا حبايبي حلوين ناخذ تدريب حول حرف الحاء. بيقول لي ايه؟ ارسم دائره حول حرف الحاء. بيقول لي محمد. فين صوت حرف الحاء؟ محمد. يبقى ايه تاني حرف في الكلمه؟ محمد. طب حمام حمام اول حرف من كلمه حمام. شطار يا حبايبي حلوين. طب نحله فين صوت حرف الحاء؟ اهي في جاءت في تاني حرف من كلمة نحلة. طيب فرح فين صوت حرف الحاء؟ فرح آخر حرف من الكلمة. طب قمح قمح فين صوت حرف الحاء؟ أهو آخر حرف من كلمة قمح. رتب الحروف وكون كلمة. لام باء حاء تكون كلمة إيه؟ شطار يا حبايبي حلوين. تكون كلمة بلح بلح. طب حاء باء راء تكون كلمة ايه؟ بحر بحر. طب قاف حاء قاف حاء لام تكون كلمة ايه؟ حقل. شطار يا حبايبي حلوين. وكده نكون خلصنا من حرف الحاء.